مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج المطبخ. إن شاء الله النهاردة هنعمل حلقة أطفال زي ما عودناكم، ومعانا ليلو. ازيك يا ليلو؟ اهلا اهلا اهلا، عامل ايه؟ الحمد لله، يا صباح الفل والياسمين على كل المصريين. صباح الفل. الحمد لله تمام، كله تمام زي الفل. عرفت بقى اللي انت مش بتاكل غير نودلز وحاجات كده. جميله النودلز، جميله. ايه النهارده هنعملها بقى في البيت يا ليلو عشان تعرف تعملها ازاي في البيت وتساعد مامي فيها والكلام ده كله؟ ده انا من عشاق النودلز. احنا ممكن نعملها يعني في البيت؟ هنعملها النهارده من اول للاخر، وكل اصحابي ممكن يعملوها في البيت بالظبط كده ويساعدوا مامي. ايوه يلا بينا. هنعمل بقى كمان النهارده صوابع كده بطاطس مقرمشه حلوه جدا، مشهوره قوي في الهند يا ليلو الوصفه دي. دي اكله هنديه. بس يعني هنعملها بطريقه الولاد كلها هيحبوها، ولو الولاد برضو كدا بيتفرجوا علينا يتفرجوا عليا انا وليلو، ويكلمونا كمان على ارقام التليفون اللي قدامكم على الشاشه. بسرعه بسرعه، مستنيينكم على طول. هتقول المقادير يا ليلو؟ صوابع البطاطس المقرمشه. طبعا طبعا، صوابع البطاطس المقرمشه طبعا اللي هي الهنديه اللي هياكلها يعمل بيبقى هندي. كوبايه بطاطس مسلوقه ومهروسه، وربع كوبايه سميد او بقسماط، صح كده يا فندم؟ لا، سميد. سميد عشان محتاجين السميد، هقول لك ليه دلوقتي. تمام. وربع كوبايه ميه، وخضره مفرومه ناعمه، بابريكا، ملح، فلفل، كركم، وكاري. تمام تمام، نقولها مره كمان. مره كمان، كوباية بطاطس مسلوقة ومهروسة، وربع كوباية سميد، وربع كوباية من المية، وخضرة مفرومة ناعمة، شبت بقدونس أي حاجة، جميلة، وبابريكا وملح وفلفل وكركم وكاري. جميلة الخضرة دي، جميلة. تعالوا بقى على النار كده. يلا بينا. نيجي جنبك بقى يا ليلو كده. اتفضلي. طبعا ناخد بالنا يا اصحابي، طبعا الادوات بتاعه المطبخ ناخد بالنا جدا منها، بالذات الزيت. انا هاخد الميه يا ليلو. انا ممكن ازحدك واناولك برضه. ايوه يا سلام. الميه وعليهم معلقه من الزيت، معلقه واحده. تمام تمام تمام. وبص، الميه عندي كانت اصلا سخنه، اول ما يغلوا كده هعمل ايه يا ليلو؟ ايوه، هجيب بقى سباتولا كده كده، بقينا عاملين زي الساحر. ونحط السميد يا ليلو عليهم. احنا ممكن نعرف ايه هو الفرق ما بين السميد والبقسماط؟ السميد ده اللي بنعمل بيه البسبوسه، البقسماط اللي احنا بنحمر بقى بيه البانيه والحاجات دي. تمام تمام. وبنمسك بيه الكفته ساعات. بص اهو، انا عايزه كده. سلام. شايف؟ هي لازم الحلقات دي كده عشان تبقى. بصوا بقى، عامله زي العجينه شويه ليلو، او ريحه كمان شبه البسبوسه فعلا. بس عشان ما فيهاش سمنه ممكن؟ ممكن عشان ما فيهاش سمنه. مين هيكلمنا بسرعه؟ السميد ده اللي احنا بنعمل بيه البسبوسه. بس أيوة. دلوقتي حطينا ايه يا ليلو؟ حطينا الزيت، وحطينا الميه، وربع كوبايه السميد، وربع كوبايه ميه. والاول ما الميه تغلي هنزل بالسميد. طلع البخار دوت اهو، تعمله كده اهو. تمام تمام. بص بقت عامله زي العجينه شويه. اهي جميله جميله. تمام. جميله، والريحه لسه ما بانتش. يلا يا شهد. بصوا بقت عامله زي العجينه. ألو. يا جماعه شايفين؟ ازيك؟ اهي. ازيك يا ليلو؟ اهلا. ازيك يا شهد، عامله ايه؟ الحمد لله. انا كلمتك المره اللي فاتت. كلمتيني المره اللي فاتت؟ اللي كلمتنا المره اللي فاتت اول حلقه. انا فرحان قوي يا شهد بصراحه اني كلمتيني تاني مره، وان انا كمان تاني مره معاكوا على قناه الحياه رقم واحد في مصر على فكره. انا بحب اسمع حلقاتك قوي. انا بحبك قوي قوي قوي. بس اهم حاجه، بتاكلي ايه؟ بتاكلي ايه الاكل المفيد لتكليف البيت؟ اهم حاجه باكل ايه. اكلتي ايه امبارح؟ طيب اكلت سمك. سمك حلو. السمك جدا يا ليلو. السمك مفيد قوي طبعا يا شيف اسماء. طبعا الاطفال ده مفيد جدا. حلو قوي جداً. برافو عليكي. طب عارفه نوع السمكه اللي انت كلتيها؟ نوعها ايه؟ اسمها ايه السمكه؟ بوري. هي اسمها بوري؟ بوري. جميل جميل. طبعا طبعا، جميع انواع السمك اصلا مفيده يا شهد. شهد. نعم. عارفه الخضره دي اللي احنا هنعمل بيها النهارده صوابع البطاطس المقرمشه، الخضره دي مفيده قد ايه لجسم الانسان؟ ها؟ نعم. الخضره دي اللي هي اسمها الشمت، شبت وبقدونس وكزبره، عارفه ان هي مفيده جدا 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 لجسم الانسان؟ عارفه، مامي بتقول لي كده. لازم كل شويه بقى نقعد ناكلها كده مع اي حاجه، مع مكرونه، مع سمك، مع اي حاجه. تمام. يلا شوفينا بسرعه بسرعه هنعمل ايه. يا شهد هنعمل ايه واتفرجي علينا. يلا باي باي يا شهد. باي باي. باي 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 يا حبيبي. بص بقت عامله زي العجينه ازاي ليلو. البس بقى الجوانتي بتاعك يا ليلو. تمام تمام تمام. استنى. يلا بينا، احنا جاهزين جدا جدا جدا، وكل اصحابي بسرعه بسرعه بسرعه. يحاولوا يساعدوا مامي كمان. البطاطس دي هتعجبهم جدا جدا جدا، جميله. يلا بينا. احنا محتاجين ان احنا نعمل السميد والميه اللي احنا عملناهم، ربع كوبايه ميه على ربع كوبايه من السميد. تمام. ومعلقه من الزيت.
خلاص تمام. اول ما يبقوا معايا على طول عجينه كده، اول ما الميه تغلي هحط السميد لحد ما يبقوا معايا عجينه كده، ما بياخدوش دقيقتين خالص. لا لا لا, لا, لا. وانا بتاخد وقت كمان، وكمان سريعه جدا جدا في التحضير، وكل بالزبط. اصحابي يساعدوا مامي بسرعه بسرعه. بصوا في الاكل بقت عجينه خالص. هو ده اللي انا عايزاه. تمام خلاص. تمام تمام تمام. هبدا بقى احط عليها كوبايه من البطاطس. يلا انا اقرب كده ليلو. يلا اوكي اهو. هقلب بايديا ولا بالمعلقه؟ قلب عادي بايدك وانت لابس جوانتي. ايوه مش كده. وهيو كله وهيو بقى اخلطهم جامد مع بعض. طبعا كل اصحابي هيحبوا اول حركه دي. أيوة. جدا طبعا، ويساعدوا مامي. أيوة. كل السميد اخلطه مع البطاطس بس خد بالك عشان تبقى سخنه شوي. طبعا انا بقى ده عندي ايد حمراء وايد بيضاء. هنحط كمان معاها شويه خضره اللي احنا قلنا الشهد عليها مفيده. ايوه حط كده شويه كده. تمام ونحط تمام. بقى توابل الولاد هيحبوها جدا. حط شويه بابريكا. بابريكا لونها احمر بالظبط جدا اهي. ممكن نحط كمان شويه كاري. كاري كان في زمان اغنيه. وهحط شويه كركم. كان في زمان اغنيه شيف اسماء مهمه جدا عشان الاطفال تاكل، كانت إيه؟ عاملاها استاذه عفاف راضي طبعا، حبيبتي جدا استاذه عفاف راضي حافظها. اه طبعا. كانت بتقول ايه بقى؟ اهم النم يا روحي يلا جايبه لك مام. طب غنيها لهم. تيجي نغنيها مع بعض. حد هيكلمني. شويه ملح وفلفل. يلا بينا. وقلب بقى وانت بتقلب ممكن تغني لهم شويه. اه بس انا عايز حد من اصحابي يكلمني ويغنيها معايا. طب فكرهم الاول بيها، ممكن يكونوا مش عارفينها. كانت بتقول ايه بقى الاغنيه؟ اصل انا مش مغني برضو يعني. يعني انا مش مغني ولا انا شيف، انا بساعد حضرتك طبعا في المطبخ طبعا، وبنعمل اكلات كده صحيه لاطفالنا. بس ايه، انا مش عايز حد ينزعج من صوتي يا جماعه لو سمحت. هو مزعج قوي يا ليلو ولا لا ايه؟ لا 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 ابدا ابدا ابدا. طب يلا ورينا كده. احنا ممكن كده. تمام حلو قوي. يا سلام يا سلام. حلو جدا كده المرحله دي. حلو قوي. تمام تمام. بص بقى هنعمل ايه يا ليلو. يلا بينا. هنجيب طبق فاضي. تمام فين؟ تمام اهو ده. نجيب طبق فاضي. ايوه ايه. ونبدا نشكله صوابع بالشكل ده. تمام 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 تمام. اهم حاجه يا اصحابي طبعا لازم نلبس جوانتي او نغسل ايدينا قبل ما نعمل اي حاجه مع ماما في المطبخ. ناخد بالنا طبعا من السكينه طبعا. صوابع بالشكل ده كده. تمام زي الكفته. زي الكفته شايفين؟ ايوه زي الكفته. تمام تمام. السميد بقى هنا عمل لنا ايه يا ليلو؟ خلاها ماسكه في بعضها بالظبط كده. خلاها زي العجينه شويه. اه ماسكه في بعضها وتاخد كل السوائل اللي في الخليط كده. اهو بصوا. جميل جميل جميل. مين هيتصل اول اتصال تاني كده بعد شهد ويغني معايا اغنيه هم النم؟ بالراحه كده نقوم عاملينها زي الصوابع كده، بتبقى طعمها كمان حلو قوي. زي صوابع زينب. اهي بالشكل ده كده. جميل. وكمان اللون الاخضر فيها عامل شكل جميل جدا بالظبط كده. والبابريكا وكل الالوان بص عامله ازاي. جميله جدا حلو جدا قوي. جدا اهو. يلا بينا نبدا بقى نعمل شويه كده يا ليلو عشان نعمل ايه بعد كده، نحمرهم. تمام. تعرف بقى يا ليلو تقول لي عملنا ايه تاني؟ احنا يا اصحابي النهارده بنعمل صوابع البطاطس المقرمشه. طبعا احنا قلنا المقادير بتاعتها هتكون كوبايه بطاطس مهروسه، طبعا بتكون مسلوقه طبعا الاول مهروسه، وبعدين نحطها في الطبق كده اهوت، ونحط عليها تمام. ربع كوبايه سميد. لا طبعا السميد بيتعمل لوحده مع الزيت والميه، وبعدين بنحطهم على طول على البطاطس المهروسه، وبعدين بنحط الخضره اللي احنا قطعناها فتافيت صغيره، بعدين بنحط الملح والبابريكا والفلفل والكركم والكاري عشان دي اكله هنديه. برافو. يعني لما يتبت شنا هيجي ياكل معانا. تاخد معانا تليفون. معانا تليفون مين؟ مين؟ ام ساندي. مامي ساندي. ازيك يا مامي ساندي؟ الو. دي ساندي نفسها بيكلمنا. ايه ثواني البس جلافز. ازيك يا ساندي؟ ساندي يا مام. عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. عندك كام سنه؟ انا 6. 6 سنين. اه اللي شاطره جدا جدا ساندي. تتفرجي علينا يا ساندي؟ اه عاجبك البطاطس اللي احنا بنعملها؟ جميل. حلوه. طيب خلي مامي تعملها وادخلي معاها ساعديها. شم ريحتها من عندك؟ شم ريحتها يا ساندي؟ اه. وطي التلفزيون. جميله قوي. تقول لك جميله قوي. انت اللي جميله قوي 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 يا ساندي. انت لسه في الاجازه صح كده؟ ما رحتيش المدرسه لسه؟ انا حاسه ان هي صوتها اصلا كمان اصغر من 6 سنين. هم قاعدين معانا اصلا. انا سامع صوتها. بحبه قوي. بحبك قوي يا عم. انا اللي بحبك قوي 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 قوي. ويعني اهم حاجه تكوني بتساعدي ماما في اكل البيت، وتكوني بتاكلي اكل صحي جدا ومفيد. لازم نسمع الكلام تمام كده. عامل نفسك ده ازاي؟
عايزه ايه؟ عامل اللي في الشرب ازاي؟ هو ده شكله يا سندي. انا مولود كده. انا مولود كده. مولود لوني ابيض كده. باي باي يا سندي، هاتي بوسه. هاتي بوسه. ما جاتش البوسه، المره الجايه بقى. دلوقتي احنا جاهزين نقلي؟ هنقلي بقى. اهي واحده واحده كده. أيوة. بالراحه عشان الزيت لسه الزيت ما سخنش شويه. لازم الاول نعمل تيست للزيت برده يا اصحابي، وناخد بالنا. بصوا لسه ما سخنش قوي، يعني سخن بس محتاج شويه عشان نستنى شويه كمان. استنى شويه عشان البطاطس ما تهريش مننا. تمام جدا جدا جدا. وهل ممكن نحطها الاول في بيض وبقسماط او بيض ودقيق؟ والله ممكن برده يا ليلو، يعني بس يعني لو ناس حابه تعملها زي البانيه كده ممكن. هيبقى شكلها مختلف صح كده؟ ممكن هتبقى من بره برده كريسبي، بس دي برده بتبقى مقرمشه قوي، بتبقى مقرمشه من بره قوي وهشه جدا من جوه ليلو. عشان السميد اللي احنا حطيناه فيها. بالظبط كده. مع ان ما حطيناش بيض خالص على فكره. ما حطيناش لا بيض، ما هو بص السميد عملها زي العجينه، تعمل معايا؟ تمام، انا عايز اساعد حضرتك برده. تمام جدا جدا جدا. بص عملتها زي العجينه شويه. صديقاتي العزيزه شيف اسماء طبعا يا جماعه بتعمل لكم اكل صحي جدا كل يوم اثنين، لازم تتابعوها يعني بجد، يعني الحاجات دي مفيده جدا لكل اطفالنا وكل اللي عايز يعمل اكل صحي لاولاده. بص خلصنا اهو كده، ممكن بقى عشان ما نضيعش وقتهم شويه ناخد حسام ونكمل ده ونطلع فاصل لحد ما نحمر. حسام ده اسم رياضي خالص. مامة حسام. ايوه ازاي حضرتك؟ الله يخليكي، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي كله تمام. الله يبارك بتاعك جميل والله، ومتابعه كل يوم. انت اللي جميله. شرف لينا. انا عايزه اتكلم ماشي. بنت ابني. ماشي حبيبتي. سما حسين. رد يا ليلو يلا. سما ازيك يا سما؟ الو. ايه ده؟ ايه الحس الجميل ده؟ فيروز دي ولا ايه؟ ازيك يا سما؟ ازيك يا سما؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ سبع سنين. واضح ان انت شاطره قوي 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 يا سما. بتدخلي المطبخ يا سما؟ بتعملي ايه؟ بساعد مامتي، بساعد بيضا. بتساعدي ماما ازاي بقى؟ بتعملي ايه؟ حاضر. بتساعدي ماما تعملي ايه بقى؟ يعني بكسر البيت. بتكسر البيض. بتكسر بيض. حلو. طب شفتيني في الحلقه اللي فاتت كنت بتاكد الاول بشوف البيض الاول فيها كتكوت ولا لا؟ قابلتيها قبل كده الحركه دي؟ مفيش عليهم يا ليلو، مفيش بيضه فيها كتكوت. معقوله الكلام ده؟ مفيش بيضه فيها. امال الكتكوت بيجي منين؟ ايه؟ امال الكتكوت بيجي منين؟ ممكن تفتحي بيضه يا سما تلاقي كتكوت؟ لا. برافو عليكي يا سما. هنطلع بقى دلوقتي فاصل يا ليلو ونرجع تاني بعد الفاصل نكمل بقيه حلقتنا. استنونا. باي باي. باي باي يا سما، استنيني. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، كنا بنحمر مع بعض البطاطس، هتكمل اهي تحمير وهنطلعها مع بعض، ودلوقتي هنعمل العجينه بتاعه النودلز. ها كل اصحابي جاهزين؟ وسامع حد بيتكلم معايا. يلا بسرعه دلوقتي. النودلز ده يا اصحابي بص عايز اقول لكم كل الاطفال بياكلوه في البيت، بس احنا ممكن نعمله في البيت. هنعمله كمان بطريقه سهله جدا 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 يا ليلو. طب تعالى نقول مقادير الاول العجينه ومقادير البهارات بتاعه النودلز. يلا بينا. تقوليها انت ولا اقولها انا؟ قولها انت يلا. طيب اوكي. مقادير النودلز يا اصحابي كله بسرعه، جيب ورقه وقلم كده او يشوفها على الشاشه بسرعه. 3 كوباية دقيق، 2 بيضه، ميه عشان العجين، وملح. والبهارات بقى اللي احنا هنحطها بعد ما نعمل النودلز او العجينه، هنحط بابريكا وتوم باودر وبصل باودر وكركم وكاري ومكعب مرق وملح وفلفل وبهارات فراخ. ها جاهزين؟ قولهم تاني. نقولها تاني؟ مرة كمان. اوكي، هنقول مقادير النودلز العجينة: 3 كوباية دقيق، 2 بيضة، مية للعجين، وملح. تمام كده؟ وبعدين البهارات بقى اللي احنا هنحطها على النودلز بعد ما تتعمل هتكون معلقة بابريكا وتوم باودر، بصل باودر، كركم كاري، مكعب مرق، ملح وفلفل، وبهارات فراخ. يلا تعالى بقى اقول لك هنعملها ازاي يا ليلو. يلا بينا. نكسر البيض. يلا اكسر انت البيض. حيلاً. زي سما ما بتعمل. هنا؟ اكسره هنا، اجيب لك بولة تانية. مفيش حاجة الحمد لله. اهو يلا. اكسر البيض كده هنا. ايوه. محتاجين بيضتين، لو البيض عندنا صغير هنستخدم 3 بيضات. 3. اوكي؟ طيب وعندي هنا 3 كوبايات من الدقيق، هروح على العجان بتاعي. مظبوط. لو ما عنديش عجان يا ليلو على ايدينا عادي جدا. هنضرب دي ولا هنحطها على طول على العجان؟ مش مهم، هنحطها على طول، ممكن تحطها على الدقيق. يلا بينا. كل اصحابي بسرعه كلمونا. رشة الملح. على الارقام اللي قدامكم على الشاشه. هجيب لك رشة الملح كده ونحطها. يبقى احنا حطينا 3 كوبايات دقيق ورشه ملح وحطينا كمان 2 بيضه.
تمام؟ هنعجن وبعدين ممكن احط معلقه صغيره بس من الزيت، معلقه واحده بس. ايوه ايوه هنبدا نعجن ننزل ايوه سكها كده ايوه هنعجن كده ونحط ميه على حسب ما هنحتاج. بالتدريج يعني بالظبط كده حبه حبه. بس اهم حاجه ان لازم العجينه بتاعه المكرونه اللي احنا هنعملها تبقى جامده جدا. يعني ما تبقاش طريه خالص يا جماعه، يعني دي عايزه خبره، لازم تبقى ناشفه، تبقى ناشفه قوي. يعني احنا لما بنعمل معجنات دايما بقول لكم تبقى طريه شويه، لا العجينه بتاعه النودلز محتاجاها تبقى ناشفه، تبقى عجينه ناشفه خلاص. فمش هزود ميه، يعني لازم يا اصحابي لازم كل مامي تاخد بالها ان العجينه ما تبقاش طريه، تبقى ناشفه شويه. جاهزين ولا مش جاهزين؟ عايزه خبره، دي خبره ماما في البيت. بص يعني البيض اهو اختلط مع الدقيق مع معلقه الزيت اهو كله. هحط بقى بص يعني بالتدريج كده شويه. الميه تكون دافيه ولا تكون عاديه ساقعه من الحنفيه؟ ممكن تبقى دافيه. عشان احنا هنكمل كمان عجن فيها على ايدينا يا ليلى. تمام، يعني احنا بعد العجينه هنعمل بايدينا. عشان هي هتبقى ناشفه قوي فمش هتلم غير لما احنا لازم نعجنها شويه كمان. تمام. بصوا الميه فيها قليله اهو زي ما انتم شايفين، معلقه واحده وهنوقف بقى. ممكن ايه ونكمل بايدينا؟ نكمل بايدينا بس نشوفها الاول. تعالى نشوفها بس قبل كده ما نشيلها. يلا بينا كده نفتح كابوت العربيه كده. حلو قوي، ممكن بقى نكمل بايدينا في المرحله دي. شايفينها اكنها لسه ما اتعجنتش. مظبوط، شايفين الشكل. هنشوفه كمان على واحنا على الرخامه كده هناك عشان نوريه. تعالى يلا بينا دلوقتي. جاهزين؟ يلا بينا، تعالوا معايا. النودلز دي يعني هتعجبكم جدا جدا جدا، هتعملوها كل شويه في البيت. هنبدا بقى، بص هنبدا كده نحط العجينه كلها. بصوا مفرفته لسه ازاي. انا عايزاها كده يعني محدش يقلق يا اصحابي لما الاقيها كده هي لسه مفرفته. بص بقى هنعجن بقى. تمام، انا عايزه العجينه تبقى ناشفه، فهلم كل الفتافيت دي واعجن كده بالشكل ده. بس ده عايز عضلات. بالظبط كده يعني. ما انت لو بتشرب لبن هتعرف تعمل يعني ده. بتشرب لبن طبعا؟ طب كل يوم. طيب خلاص، يبقى انت هتعرف تساعدنا ليلو في الموضوع ده. تمام صح. تمام، يعني اصحابي لازم يكونوا اخويا جدا 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 كده عشان يعرفوا ايه. ايوه شايف اهي مظبوط. عايز تعجن شويه؟ اوكي يلا بينا. هديك تعجن شويه، هلم دول واسلقها لك تعجن. شايفين يا اصحابي، هي بصي لو في اي فتافيت موجوده بتتلم على المكان، هي العجينه لما تبقى ناجحه بتلم كل اللي حواليها. بالظبط كده، يبقى احنا كده ناجحين وعاملين. شايفين عايزاها ناشفه يعني بنتعامل معاها بصعوبه يا ليلو. هو ده اللي انا عايزه اوصل لك، كل اللي حواليها تلم كده، يبقى كده العجينه ناجحه ومعموله مظبوطه جدا. خلاص جداً انا كده مش محتاجه اي ميه ولا اي حاجه تاني، خلاص اعجن بس فيها شويه. سلام، خد اعجن شويه لحد ما اجيب لهم العجينه اللي احنا ريحناها شويه. هي كل اصحابي طبعا هيحبوا الحركه دي جدا جدا جدا. ممكن نحذف العجينه فوق كده. العجينه اهي. تمام تمام، وبعد كده لازم نريح العجينه شويه. ليه يعني ايه نريح العجينه؟ يعني لازم نسيبها تستريح نص ساعه قبل ما نشتغل فيها على طول. يعني ايه صحيح العجينه تعبانه صحيح؟ هنحطها في كيس ونسيبها تستريح على جنب شويه. انت تعبانه؟ تمام ماشي، انه نعمل لك الهوب. انت عارف لما بيبقى في عجينه فيها خميره المفروض بنسيبها تخمر. طبعا طبعا. طب دي ما فيهاش خميره، ليه هنسيبها؟ عشان تستريح. بالظبط كده، تستريح من الخط اللي احنا بنعمله فيها ده. تمام، هتستريح من اللي احنا بنعمله فيها فعلا. تمام، دي بقى لازم نسيبها تستريح صح كده. اسكندريه، رد على موكا. اسكندريه ساقعه جدا دلوقتي. خد موكا ليلو. الو، هناخد المستريحه. الو، دي مستريحه؟ ايوه. ازيك يا موكا؟ ازيك يا عم؟ انا مش عمو، انا اسمي ليلو. اسمك ايه؟ اسمي ليلو. ازيك يا ليلو؟ عامله ايه يا موكا؟ ولا موكا ده ولد ولا بنت؟ بنوته. انا بنت. انت بنوته؟ بنوته. تمام تمام. عايزه دي ما موكا ده ممكن يبقى اسم برضو ولد او بنت على فكره، عادي خالص. عندي كام سنه بقى يا موكا؟ انا عندي 9 سنين. 9 سنين؟ طيب انا عايز اعرف لو سمحت قبل اي حاجه، الجو عندك ساقع ولا لسه واحده واحده كده؟ مش عارفه، بس انا ماما بتقولي البسي تقيل عشان الساقع. لازم نسمع كلام ماما طبعا. انت ممكن تلبسي الدولاب كله على فكره. هات لي الكيس يعني. طيب انا عايز اعرف يا مكة لو سمحت، اسمك الحقيقي ايه بقى لو سمحت؟ اسمي الحقيقي؟ ايوه ملك. ملك. وبيبيك يا مكة. جميله. اسم يا ملوكه. ملوكه،
شفتي النهارده شوف اسماء بتعمل ايه النهارده؟ انت بتحبي النودلز؟ اه بحبه قوي. هنعمله بقى دلوقتي بطريقه سهله قوي. ماشي. اتفرجت على فيلم كونج فو باندا؟ اتفرجي بقى علينا. فيلم كونج فو باندا اتفرجت عليه؟ فاكرة بابا الباندا كان بيعمل النودلز ده، احنا بقى هنعمله اهو وهنحط عليه المكون السري. تمام؟ عايز بوسه بقى كبيرة. عايز بوسه كبيرة. انا عايزة اغني معاك. ايوه اوكي. عايزة تغني معاك. الاغنية اللي قلنا عليها. غني يلا. اغنية هم النام عارفاها ولا انت حافظة اغنية تانية؟ انا حافظة حتة مغنانة منها. طب اوكي ممكن تسمعها مع بعض واغنيها معاكي؟ يلا واحد اثنين ثلاثة. قولي يلا. تغني في سرك ولا ايه؟ اه يلا كمان مرة. اوكي يلا نعدي مع بعض تاني. نم يا روحي يلا جايبالك نم. نم برافو عليكي. كل واكبر لي يا روحي يلا هم المم. ها صوتها احلى منك يا ليلى. سبعة كبيرة. سبعة كبيرة طبعا طبعا طبعا. سبعة كبيرة قوي قوي. باي باي يا حبيبي. كلمينا تاني. شكرا جدا يا موكا. باي باي. وصوري نفسك جنب اي اكل ماما بتعمله وبعتيها لنا على الصفحة على طول على طول. باي باي يا حبيبي. باي باي يا موكا. طبعا دي اللي عايز تستريح صح كده؟ اه دي هتستريح. تمام. بص بقى ريحنا شوية واحدة اهي بالشكل ده وخدنا منها قطعة صغيرة ورشينا شوية دقيقة ليلو والمفروض نفردها رفيع جدا ارفع حاجة. محتاجة عضلات يا ليلو. طب انا ممكن انا اعمل معاكي اساعد. انا عارفة ان انت بتشرب لبن كل يوم فعندك عضلات. لازم كلنا نساعد ماما بسرعة بسرعة. يلا بينا. يلا يا ليلو. يا جماعة انا سألت في الحلقة اللي فاتت سألت سؤال حد عارف دي اسمها ايه؟ حد من اصحابي يجاوبني لو سمحت. اسمها نشابة. هم ممكن برضه عرفت عليك؟ اسمها نشابة. احنا بقى ممكن نقول له. تمام. نشابه. ايوه نشابه. يا سلام اهي افردها تاني. عارفين ليه بقى هي جت معايا كده في النشابه يا اصحابي؟ عشان احنا المفروض نقلبها وتاخد دقيق كمان اهو اهو كده اهو كمان معانا ام حمزه كمان. مامة حمزه اتفضلي. ازيك يا ام حمزه؟ حلو كده. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ تمام الحمد لله. بتفرج على حضرتك. الله يخليكي تسلمي يا رب. فين حمزه؟ تمام الحمد لله. انا بعزك جدا والله. الله يخليكي. حمزه جنبك؟ بس حمزه لسه عنده 7 شهور. ما شاء الله. ربنا يحميه يا رب. ربنا يحميه. لسه بيبي خالص. الله يخليك يا حبيبتي. الله يخليك. بياكل نودلز ولا حضرتك؟ انا كنت عايزه اعرف طريقه تسويه الفراخ الامهات. حاضر عينيا. حاضر هنزل لك الطريقه. خلاص حاضر. استنى عشان نشوف الطريقه يعني اسويها ويعني اعملها بشكل حلو. حاضر. انا كنت عامله ليها طريقه زي الديك الرومي كده هقول لك طريقتها ايه اللي احنا كنا عاملينها وهنزلها لك عشان ماشي يا حبيبتي. باي باي يا حمزه. باي باي. باي باي يا حبيبي. بصوا بقى فردناها رفيع كده يا ليلو. تمام. وبعدين هنعمل ايه؟ هنعملها رول. هنلفها واحده واحده. يلا بصوا هنعمل رول كده بالشكل ده. المهم نعملها رفيع جدا يعني نحاول نرفعها تماما واحنا شغالين. بنفردها مظبوط. حلوه كده. ايوه حلوه جدا. حلوه قوي كده. بتشبه السينابون بالظبط كده. بصوا وهجيب سكينه وتفضل تبقى سكينه اللي هي الحاجات اللي هي المشرشره شويه. تمام عشان اعرف اقطع بيها رفيع قوي النودلز بتاعتي. وبعدين هنفرطها زي بقى من بعضها. بالظبط هنوريك دلوقتي. يلا بينا. كل سنه وانت طيب. يبقى السكينه عندي تبقى عايزاها تبقى مشرشره كده عشان ابدا ان انا اقطع بيها. تمام. اخد بقى اللي انا عملتها. طبعا لو عندي مكنه ينفع. في مكان بتاع مكرونه ليلو بيسهل جدا الموضوع. بنفرد بيه بتعمل كده اهو. وبينزل لنا شرايط المكرونه لوحدها او الاسباجيتي او اي حاجه. فناس كتير قوي ما عندهاش المكنه دي. تعمل سوين ايه؟ ثواني ده كده انا كنت فاكر ان المكرونه دي بتتزرع. لا ناس كتير ما عندهاش يا ليلو المكنه دي. في حد فاكر المكرونه بتتزرع برضو؟ تعمل ايه لو ما عندهاش المكنه دي؟ هتعمل اللي احنا بنعمله. نحاول نتصرف ونقطعها بالسكينه بس لازم تكون بالمواصفات دي. تمام. بصوا بقى هنقطع رفيع كده خالص. ناخد بالنا طبعا من ادوات المطبخ يا اصحابي. رفيع ارفع حاجه يا جماعه ينفع نقطعها اهي اهي. بصوا طبعا كل الاطفال ما يقطعوش حاجه بالسكينه خالص. بصوا الخطوه دي لا ماما لازم تعملها لان انا بصوا بقطع رفيع ارفع حاجه تدخلوها. مظبوط 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 يا شيف اسماء. الناس لسه مش عارفه فين النودلز في عشان كده انا هقف كده هقف ثابت مش هقطع حاجه. وانتوا يعني كل الاطفال كده تعمل ايه دلوقتي؟ كل الاطفال يقفوا زي كده يستغربوا كده يتفرجوا كده واحنا بنعمل. بس احنا ممكن نعمل بقى ايه حركه ثانيه يعني ممكن الاطفال أيوة. يجيبوا الحبه دول كده اهو بالظبط كده اهم 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 وابدا افرد فيهم بقى يعني ممكن اهو بص بص بس بالراحه جدا. ها استنى عشان يشوفوا على الكاميرا اهو
اوكي ايوه نفردها كده بالراحه واحده واحده كده اهو زي الحبل كده. ايوه تمام. ايوه زي الحبل عليك. تمام يا فندم. تمام 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 اهو نفردها كده زي الحبل بالظبط كده. ايوه يا ايوه شايفين يا اصحابي زي الحبل كده. برافو عليك يا ريرو. شايفين يا جماعه عامله ازاي؟ بصوا اهو هتلف كده بالراحه ها زي الحبل سوا الحبل اتقطع منكم كده. لازم نعمل الصوت ده على فكره. بقى الولاد يساعدوا مامي بقى في الخطوه دي زي ما ليلو بيعمل كده. بس في سر المكون السري يعني احنا لو ما عملناش الصوت دوت هتبقى بايظه. ماشي لازم نعمل الصوت ده. تعرفي تعمليها؟ لا. بص عشان ما عملتهاش اتقطعت مني اهي. بصوا خلصنا كده بالشكل ده. هبدا افرد كده بالشكل ده بالراحه. بصوا بفك اهو. سلام يا سلام يا سلام. شايفين اهو ممكن. اهم حاجه برضو ان احنا ناكل اكل صحي ومفيد يا اصحابي. ايوه والحاجه اللي ما بتعملها لنا في البيت دي بتبقى اكتر حاجه صحيه. كل الرول ده ابدا افكه بالشكل ده. كانه بقره خيط. خلاص كانه بقره خيط بالظبط. بصوا شايفين يا اصحابي اهو. ايوه مين هيكلمنا تاني؟ اهو بصوا اهو. ايوه 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 ايوه, أيوة. برافو عليك يا ليلو. بص ده شبه. يلا نكمل شبه دول كمان. شبه الخيوط. يلا بينا اهو بقت شبه الخيوط. بعدين هنعمل ايه بقى يا شيف اسماء؟ الايه؟ هنعمل ايه بعد كده بعد الحركه دي؟ هقول لك دلوقتي حالا. احسن اقول لاصحابي. بعد ما نفك كده بالشكل ده. انت عارف كمان لو حطينا شويه دقيق عليها واحنا بنلفها رول كانت ممكن يعني اتفكت معانا اسرع من كده. كده بص عملنا كده لقيناها اتفكت على طول. زي كده. ايوه زي كده. بس احنا هنفكها اهي بالراحه. النودلز سر المكون السري اهو بالشكل ده. فك كمان يا نينو. سلام حاضر. احنا المفروض نعمل الحركه. لازم نعمل نفس الصوت يا جماعه. الصوت ده مهم جدا. بص ايوه طريقة سهلة خالص وسريعة. نبدأ بقى نفرد فيها تاني يعني نكمل العجينة. ده جزء من العجينة يعني. بصوا بقية العجينة اهي. هناخد جزء جزء ونفرد ونعمل نفس الطريقة. حابين نعملها مرة كمان ولا وصلت خلاص يعني؟ بصوا ممكن ناخد قطعة كده وهنبدأ برضو نحط شوية دقيق ونبدأ ان احنا نفردها بالراحة خالص خالص. وبعد كده هنقوم لفينها رول ومقطعينها رفيع جدا بالسكينه اللي هي المشرشره دي وبعدين نفكها بالشكل اللي احنا عاملينه ده. شايفين؟ بعد ما تبقى عندنا كميه خلاص كويسه اللي احنا عاملينها كل ما نقطعها رفيع كل ما هتبقى احسن يا جماعه. يعني الموضوع ده سره في ان احنا نقطعها رفيع بلاش تبقى تخينه قوي. بالظبط كده اهو. جميل جدا جدا جدا. بصوا اهي هنخلص بقى العجينه خالص هتبقى بالشكل ده. شايفين اهو خلاص. شبه الخيوط. ده اللي ما عندوش مكنه يعني. انا حبيت النهارده انا عندي مثلا مكنه بس انا حبيت النهارده اشتغل بحاجات موجوده في كل بيوتنا عشان تبقى سهله كمان عليكم. بالظبط كده. مظبوط تمام مظبوط. طيب قبل بس ما نطلع فاصل هوريكم النودلز هنعمل فيها ايه. ايوه بصوا دي النودلز اللي انا منشفاها. دول حبه احنا محضرينهم. شايفين اهي اهي شايفين عامله ازاي اهي خلاص. طب عملناها كده ازاي بقى يا ليلو؟ دي كمان شبه كاننا مطلعينها لسه من الكيس. ايوه بالظبط كده. عملناها ازاي؟ ايوه هنمسك بقى ده كده. أيوة نحط هنحطها في قالب صغير بالشكل. أيوة ده كده. ايوه اهو اهو باين معايا في الكاميرا. هنحطها في قالب صغير بالشكل ده كده وبعد كده هنقوم منشفينها في الفرن على درجة حرارة 170-180 هتقعد حوالي مثلا ربع ساعة تلت ساعة المهم تنشف. وقت صغير جدا يعني. وقت صغير خالص. بالظبط. تمام تمام خلاص. بعد كده هندخلها الفرن. ايوه برضو ناخد بالنا يا اصحابي ان انا عايزاها ايه تبقى زي القوالب الجاهزة زي ما احنا شفنا اهو وبقت ماسكة نفسها كمان. تمام يعني ينفع ادوقها دلوقتي ولا صعب؟ ممكن. هي يعني مش هي مستويه مفيش مشكله منها لسه بقى هتكمل سوا هنعملها زي شوربه كده زي ما احنا بنحبها. طعمها حلو برضه على فكره. بس هنعمل بقى ليلو بعد الفاصل. طلعنا بقى فاصل يا ليلو عشان نرجع تاني. طب ادوق حته كمان بعدين اطلع فاصل. لا طلعنا وبعدين تدوق في الفاصل يا ليلو. كل اصحابنا استنونا بسرعه 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 محدش يروح هنا ولا هنا. هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض النودلز ونحط المكون السري. باي باي.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا بنعمل مع بعض النودلز وازاي نشفناها وازاي عملناها وازاي كل الكلام ده. بقى عندي نودلز دلوقتي بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وعندي بقى بهارات. تقول لهم بهارات النودلز تاني وانا بركبها؟ يلا بينا. يلا. بهارات طبعا المكون طبعا ده السري طبعا اللي الناس كلها فاكره ان هو سري، بس هو مش سري ولا حاجه طبعا. اشيف اسماء هيكون عباره عن معلقه بابريكا، معلقه ثوم باودر، معلقه بصل باودر، كركم، كاري، مكعب مرق، ملح، فلفل، بهارات فراخ. سهله جدا جدا جدا. وطبعا ممكن نحط بدل بهارات فراخ دي اشيف اسماء بهارات لحمه. ممكن نحط اي حاجه احنا عايزينها، مفيش مشكله. ممكن بهارات سمك. ممكن يعني ممكن اي طعم احنا عايزينه بالظبط كده. في كمان عند العطار يليلو بيتباع مثلا طعم كباب، طعم جبنه، في بهارات كده بتتباع باطعمه، فممكن برضو يا جماعه نستخدمها مفيش مشكله خالص. الكباب عند العطار يعني هو مجفف الكباب بودره. يعني بودره، حاجات بودره ممكن نستخدمها برضو مفيش مشكله. جميل جميل. تعالى بقى نحط البهارات. هحط اهو معلقه من كل حاجه. ماشي اهو. احمر اورانج. ده ايه ده لونه جري ده؟ ده بهارات. ايوه بني شويه. وده الكاري. كاري. ممكن احط شويه كاري كمان. الكاري ده هندي على طول. ايوه. والثوم اهو الباودر. عاملين وصل بطعم الفراخ. حاطين بهارات فراخ وحاطين كاري وكركم. الوانها جميله ممكن جدا. ممكن نحط شويه ملح. تمام اتفضلي. مش هزود بقى الملح عشان احنا حاطين كمان مكعب مرق. أيوة. واحنا عملنا كمان المرق في البيت مع بعض. كانت حلقه جميله حلقه المرق دي طبعا. بالظبط اهو. مم. شويه فلفل اسود مش كتير عشان الولاد. تمام. وهجيب بقى مبشره صغيره كده، انا عايزه ابشر المكعب بالشكل ده كده. بصوا طبعا دي عامله ريحه جميله. التوابل دي مفيده جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. ايوه. كمان لو محطوط مثلا في الفريزر ولا حاجه هيدي طعم حلو قوي. هيبقى سهل معانا ان هو يتبشر اهو. ونقلب كل التوابل دي ليلو كده مع بعض. شكلها جميل قوي بالشكل كده. دي بقت بهارات النودلز عندي كانها جاهزه. بالظبط كده. جميل. ممكن بقى نحطها في برطمان ونبدا نشتغل بيها، وممكن ان احنا نعملها كده مع بعض دلوقتي. وممكن كمان نحطها في علبه صغيره كده نرشها على البطاطس وهي متحمره. بالظبط طبعا. ممكن حلو قوي برده. هتبقى افكار. فكروا هحط بقى التوابل دي ليلو. بص اهي في الميه اللي بتغلي. واسيبها تغلي كده بالشكل اللي احنا شايفينه عشان ده عشان تاخد الطعم يا اصحابي. بالظبط كده. وهقوم حاطه النودلز اللي احنا جففناها فيها عشان بعد ما حطيناها في الفرن تتحمص شويه، تمسك نفسها شويه. ايوه. بص هجيب لك بقى شوكه بالراحه كده، هي هتقوم فكه بقى كلها كده. بص شايفين شكلها حلو ازاي اهي. بصوا لا الريحه بجد جميله. ممكن بقى نحط عليها خضار. الريحه بجد جميله جميله. ممكن كمان يا ليلو نحط. بص نفكها ازاي. وريني ممكن نحط عليها خضار. انت ممكن تحب عليها خضار ايه؟ ممكن بسله، ممكن جزر. بسله وجزر بيدي الوان جميله وكمان مفيده. يعني ممكن ايه الفواكه، ايه الخضار اللي انت تحب ان احنا نحطه عليه؟ بسله، جزر، وفاصوليا. ايوه. وممكن نحط فلفل الوان. تمام حلو قوي. يعني كل الحاجات المفيده طبعا لاطفالنا طبعا. بص هنسيبها بقى تغلي غلوتين كده. كمان المكرونه عندنا تطرى شويه وتستوي كده معاها، وهتبقى حلوه جدا. وممكن كمان ناكلها بالعصايتين دول زي طبعا الاكل الصيني كده. ممكن طبعا. حد بيعرف يمسك العصايتين يا اصحابي؟ حد بيعرف يمسك العصايتين؟ ممكن يتعلموا يا ليلو. صعب قوي صح كده؟ صعبه جدا. تعالوا كده هنقول المقادير بتاعه المارشميلو عندنا. يلا بينا. تعالى اقولها كده في السريع لحد ما انا هجهز لك كده الحاجه. المارشميلو دي اكله جميله جدا جدا. اصحابي طبعا كلهم بيحبوا يجيبوها طبعا من بره والمحلات، بس احنا ممكن كمان نعملها في البيت. تمام. المقادير بتاعه المارشميلو يا اصحابي: 3 كوبايه سكر، كوبايه ميه، ربع كوبايه جلوكوز، رشه ملح ليمون. ايه ملح الليمون ده؟ هو الليمون ليه ملح؟ ايوه ملح الليمون ده اللي هو ما بيخليش عندنا الشربات والحاجات دي تخرز. والوان الوان الطعام حسب الرغبه، حسب اللون اللي هم عايزينه. يعني عايزينه احمر، عايزينه اخضر، زي ما انتم عايزين. ونص كوبايه جيلاتين ونص كوبايه ميه. اقولها تاني؟ ممكن نعمله. هنقولها تاني. وممكن نعمله كمان ابيض لو مش حابين. يعني هو لو ما اتحطش اللون يبقى لونه ابيض؟ بالظبط كده. تمام. بص بقى هنجيب الجيلاتين بتاعنا وندوبه في ميه سخنه. بالظبط كده. او هنحطه ندوبه كمان على النار احسن. تمام. نقلبه هناك يا ليلو. يلا بينا. يلا بينا. وهنحط السكر
الثلاث كوبايات السكر على الكوباية مية وتلت كوباية من عسل الكلوكوز ورشة ملح ليمون. ملح ليمون هنا بالشكل ده. الليمون ليه ملح؟ طبعا. الخيار ليه ملح ولا القوطة ليه ملح؟ لا دي حاجات انت ما تعرفهاش، انت لسه صغير. الامهات بس هي اللي تعرفها. كل الطول ده ولسه صغير؟ ايوه. برضو اسامي الفاكهة والخضار بتتغير من مكان لمكان. ايه بقى؟ يعني انا اسمع ان الطماطم اسمها قوطة. ما هي الطماطم قوطة هنا في القاهرة بيقولوا عليها قوطة، في اسكندرية بيقولوا عليها طماطم، بيسموها بندورة برضو كمان في مكان تاني. يعني انا عندي في اسكندرية عشان اسكندرانية ليلو اصلا فبنقول عليها طماطم. اسكندرية كلها هنا قوطة. القوطة بقى عندنا ليلو عاملة زي الخيار اللي هي القتة عندكم. ايه دي؟ هي دي القوطة عندنا. قوطة زي الخيار طويلة كده؟ يعني مختلفة شوية. زي برضو ايوه. دوبت بقى الجيلاتين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده مع الميه السخنه، وهبدا احطه في مضرب اضربه كده بالشكل ده. سلام. تمام. ناخد بالنا عشان الحاجات دي سخنه جدا. ها خلاص يتقلب تاني يعني، بس بس يغلي شويه ونضرب تاني بالمضرب ونضرب شويه الجيلاتين بالشكل بالعجال. ده ممكن اساعدك امسك انا؟ ايوه ساعدة. عشان بيتحرك من مكانه. كفايه كفايه عشان ده محتاج ضرب جامد، عايز يتخفق جامد بالظبط كده. تمام تمام. على اعلى سرعه. خلاص. وهقوم نازله عليه بالشربات اللي انا عملته اللي هو الثلاث كوبايات من السكر وكوبايه الميه وهو شغال عسل الكلوكوز. بالظبط هو شغال. تمام تمام. وملح الليمون. تمام. واحده واحده عشان الحاجات دي المكونات دي سخنه جدا يا اصحابي، ناخد بالنا على اعلى سرعه. الرادار ممكن ايوه على اعلى سرعه. هنشوفه كمان دقيقه بالظبط هيتحول لونه لايه. شايفين اهو 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 هيتحول دلوقتي بقى لون ابيض. هيتحول لونه اللون ابيض. طب لو انا عايز اعمل لون عليه ممكن احط بقى نقطتين لون. هجيب لك لون حالا. عايزه لون لبني او ازرق ونبدا اغرف النودلز بتاعتنا. هي كل اصحابي بسرعه بسرعه يتفرجوا ويشوفوا احنا بنعمل ايه. فين جنى وفين يوسف وفين عطقوطه؟ برافو جنى ويوسف وعطقوطه. وصل معاك لايه؟ عشان ما يزعلوش. وصل معاك لايه؟ لسه ما اداش اللون. لسه اهو هيدي لون دلوقتي ابيض. واحمد ومحمود نغرب بقى النودلز بتاعتنا. ايوه كده خلاص 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 الحلقة. كمان 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 لونه بيبيض اهو يا اصحابي شايفين؟ ايوه ايوه لونه بيبقى ابيض اهو. بص ممكن نحط انا هحط ازرق شويه بس نقطه بسيطه جدا. اهي بص بقى لونه عامل ازاي. ايه ده حلو جدا. فين اللون بقى جميل حلو قوي. شايفين اللون بقى عامل ازاي؟ بص وانا كمان بحط لهم النار. بص يا كوكي واحمد ومحمود بس كده. وشاهد فين شاهد اللي كلمتنا اول واحده؟ بص كمان انا غرفت النودلز بتاعتنا. يا سلام. شايف حلوه ازاي؟ وانا شغال هنا مع مارشميلو بالظبط كده. بصوا النودلز زي ما انتم شايفين. طبق حلو قوي الطبق ده على فكره شبه النجمه. سكر بودره ونشا. تمام. هنستنى بقى قد ايه اشوف اسماء في الخف كده. بص بقى هبص دلوقتي اشوفها. انا حاسه كده خلاص يا بيه. بص هقول لك ازاي. ارفع كده. تمام. افتح الكابوت العربيه اهو. بص في المرحله دي شايف؟ بص عامله زي عرق ازاي يا ليلو. اهي بقت ماسكه نفسها. بصوا اهي. ايه ده؟ شايف ده كده المارشميلو. تمام انا خلاص شلتها اهي. بصوا بصوا عاملين زي عامله زي عرق ازاي اهي. شكلها جميل شكلها جميل جدا. شايفين عامله ازاي؟ ممكن بقى نعملها باي لون باي حاجه احنا حابينها. تعرف تشيلها ليلو؟ طبعا طبعا طبعا. نفتح واحده بس. ايوه ايه كل اصحابي بسرعه بسرعه بسرعه. بص بقى شوفوا احنا بنعمل ايه. هاني ممكن تاخد المكرونه دي نحطها هناك. المكرونه اللي في النجمه الجميله دي. سلام. خلاص خليك يا ليلو عشان انت هتساعدني هنا في حاجه. هنحط كيس هنا. وهات لي المارشميلو هاني بعد اذنك. شايفين؟ وهنحط عليه سكر بودره ونشا كتير. سكر بودره ونشا. ليه بقى؟ ونبدا عشان ما يلزقش عشان نعرف نشيله ونقصه بالمقص بعد كده زي ما هوريك دلوقتي.
اهو بص هتمسك لي بقى ده كده بص وهبدا انزله بالشكل ده شايف الله لونه حلو حتى قوي حتى ما بقتش سخنه زي الاول لا خلاص ما بقتش سخنه بقى من الضرب اهي وهبدا افردها بالشكل ده هناخد حبه كمان لا خلاص تمام كده تمام اهي وهسيبها المفروض ان هي تمسك بقى شويه وهتبقى معايا بالشكل ده يا ليلو بعد ما تمسك اوريك بس دي عاملاها انا ابيض لونها ابيض اهي شايفين اصابعي يا ليلو تشوف لنا المقص ورا تمام عشان نبدا نوريهم المارشميلو بص بقى اصحابي لو سمحت المقص استنى نشوفه هنا مقص يا هاني بعد اذنك مقص جري يا اصحابي معلش هو جاي كمان شويه بس لونها حلو قوي لونها جميل ده احنا ممكن نعمل كل لو الالوان لو ما حطيناش سكر بودره ونشا مش هنعرف نشيلها شايف بص بتمط ازاي هتبقى لازقه في البلاستيك بالظبط كده او لو ما احنا ما حطيناش كمان في الصينيه هتبقى لازقه في الصينيه خالص بالظبط كده برافو عليك فلازم نحط السكر البودره والنشا جميل هجيب بقى مقص كده ايوه واقص بقى ايه مربعات صغيره ايه ده اه شايف ايه ده شايف المارشميلو ايه ده صحيح اخد حته وشايفين يا اصحابي شوف لنا طبق كده ليلو نحط فيه المارشميلو دي بقت جميله جدا اوكي يلا بينا ممكن تنزل على هاني يجيب لنا طبق فين طبق يا هاني بسرعه 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 اهو شايفين بص شايف عامله ازاي من جوه وكمان خفيفه جدا يا اصحابي ايوه عملناه بطريقه اهو سهله شكرا 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 وسريع ايوه ايوه بصوا بيشد ازاي شايفين حلو ازاي وكمان متقطعه كمان شكلها حلو جدا وخفيفه عملنا مارشميلو في البيت بالظبط كده ممكن بقى الوان زي ما احنا عملناه كده تمام بالشكل ده يلا ايوه طب احنا لما نحط لها الدقيق والنشا سكر بودره ونشا مش هتلزق في ايدينا كده بص احنا واحنا بنحطها كمان تحط ممكن سكر بودره ونشا ممكن تحطها من هنا يلا لما بنقلبها كده بصوا يا اصحابي اهو ما تمسكش في ايديكوا خالص احنا كده خلصنا الوصفات اللي احنا بتاعتنا يا ليلو عملنا ايه ممكن بقى تودي لنا كمان المارشميلو الملون ده هناك طعمها جميل قوي ممكن تودي لنا المارشميلو هناك اهو ده كده المارشميلو بتاعنا عملنا النهارده مارشميلو في البيت بطريقه سهله جدا جميل. وسريعه وعملنا كمان صوابع البطاطس المقرمشه والنودلز البيتي باي باي ليلو باي باي نشوفكم على خير باي باي كل اصحابي باي باي شيف اسماء هاي فاي بسرعه باي باي هتبوسك باي باي كل اصحابي